لماذا أنتم تدعون الناس إلى الوحدة في الدين وأنتم كذلك طوائف أنصار سنة وسلف وسرورية وغير ذلك؟ أيوة هذا سؤال محترم جدا. طيب عشان 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 أنت رأسك ما يتلخبط, وده برضو ممكن نضيفه للسؤال القبيل, من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأمور مستقبلة بالوحي فتقع كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, لسه هتلقى خلاف كثير. طيب الحل شنو؟ هل الرسول خلانا كده؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عرفت السرورية ديل منو؟ السرورية ديل ناس داعش, ناس عبد الحي يوسف, في واحد هنا اسمه عبد الملك حي شنو اسمه؟ ها؟ حي الشهيد ولا شنو؟ اسمه عبد الملك, قرأ جامعة النيلين. ده بغش الشباب بيجاي ويقول لهم رحكم داعش وداعش دي ما فيها حاجة وإنها هنا كافر ونتفجر به وجهاد النكاح وكلام كثير فارغ كثير جدا. فهمت؟ يقعدوا يلعبوا على الشباب ديل. فالديل السرورية منهجهم منهج الخوارج وديل منحرفين بإجماع العلماء. أما أنصار السنة ديل الناس بيقولوا يكرموا في الصوفية, كرموا شيخ الطريقة السمانية وخلوا دعوة التوحيد ناس الإصلاح, بيقولوا شغلهم كلهم زي ما بيعمل دكتورهم واحد اسمه الهواري ما عارف مؤتمر عن موانع الحمل, وأي شماس يعرف الموانع انت بتوري وانت كلم الناس التوحيد انت موهوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل معاذ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه موانع الحمل إلى يوحد الله. فانصار السنة باعوا الشغلانية باعوا فكوها. فالدعوة الصحيحة دعوة السلف, ولما نقول السلف معناه شنو؟ معناه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ده الموضوع, ده الموضوع. فما قصدي بقى إنه أشخاصنا وتبقى معانا ولو ما بقيت معي وكذا, ما ولا عندنا تسجيلات وكذا ما في. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.